وسهلا فيكم بي تكست اف يو كان. البرنامج يلي بيبرهن علميا انه من المستحيل نعمل شغلتين بنفس الوقت. هاي انا اسمي نيكولا، اليوم حقدمكم شخص بيغني بيقلد وبيقدم برامج، الممثل توني ابو جاوده. Hey. هاي توني، كيفك؟ ماشي تمام؟ شو قالوا لي بقدم برامج كمان؟ بس اليوم انا عم بقدم البرنامج وانت هون لانك بتمثل، صح؟ انا بدي اعرف اذا فيك تمثل وتبعت تكست مسج بنفس الوقت. صعبه بس رح جرب. حنجرب بالاختبار. لك هنا توني، بدك تفرجينا مهاراتك التمثيليه. كما لاحظت صار عندك كيب زورو، بدك تمثل مشهد مع صاحبتك كونشيتا اللي زعلانه. اي لاف يو. بهالوقت كون انا ببعث لك مسجز. اوكي. وبكل مسج عم خيرك بين شغلتين وبدك تجاوبني. اذا وقفت التمثيل او ما جاوبتني بتخسر. عندك ثلاث محاولات. ثلاث محاولات. كل مسج ببعته ببين عندكم على الشاشه. حاضر؟ حاضر. 3 2 1 and go. اوه كونشيتا زورو، اشتقت لك. انا اشتقت لك كثير. لماذا تركتني وحيدة على البلكون البارحة ليلا؟ لقد رأيتك مع بيدرو السافل الحقير، لذلك ارتأيت ان اتركك وحيدة. انا مع بيدرو، كيف تقول هذا؟ اجل، لقد انتظرتك كل الليل. انظر الي. انتظري اكثر، انتظري اكثر. فلا تشكين من شيء. ماذا تريد؟ ماذا حياتي؟ انت بك بدك جاوبني. تاني غلط، ما عندك شانس. زورو، اترك ذلك الهاتف من يدك. لا، الهاتف أهم منك يا فاجر. زورو بقيت زعلانة كونشيتا، يعني إذا بأحسن شيء بتعرف تعمله وما قدرت تبعت تكست. شو رأيك إذا عم بتسوق كمان بالسيارة؟ فيك تبعت تكست؟ يعني إذا فيك تفسر للمشاهدين رأيك على الموضوع. كتير صعب التركيز على الشغلتين، والشخص يلي بعت لك مسج ابشع مسج معقول يوصل له بعدين انه صار لك شيء انت وعم تقرا المسج تبعه. فعن جد دونت تكست اند درايف. مزبوط، وعلى الطريق ما في ثلاث محاولات، ما تكتبوا وتسوقوا وانتبهوا على حالكم، وتابعوني بحلقه جديده من تكست اف يو كان. تاتش ا نيو وورلد.